معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، مرحبا بك، شراك لاباس؟ الله يسلمك، تفضل. الحمد لله. سعد من بومرداس. سعد من حمادي بومرداس. تفضل سي سعد، نسمعوا فيك. شيخ، عندي واحد السؤال. عندي بابا في بالدوميلويت لويت ماي 2008. نعم. عنده ثلاث رقوص ابقار، زوج بقرات وعجمي. 2008 2008 شحال عندها القصه؟ 12 سنه. عندنا 12 سنة 11 سنة. ويعطيك الصحة. نعم. داوهم لنا من الدار. رحنا احنا ديكلارينا في حمادي، عندنا لابريغاد. نعم. ديكلارينا، بغات لا ديكلاراسيو تمشي. قعدنا بالك واحد 20 يوم، واحد بانجور حكمنا وحدة في السوق تاع السيدي عيسى ولاية المسيلة. نعم. قال واحد جارنا ثم يدور عرفها، عيط لنا، رحنا للسيد، قالنا يودي راني شريتها ب 21 مليون. السيد عطينا له 16 مليون وقالنا السمانه الجايه ان شاء الله، السمانه الجايه قلنا له روح نعطوك 5 ملايين. نعم. راك معايا شيخ؟ راني معاك. ومن بعد؟ عاودنا رحنا في ذاك النهار، رحنا حكمنا السيد، قلنا له يودي البقره هذه مسروقه. راهي بالشهود، الناس يعرفوها، ديجا جارنا هو اللي عرفها، هو اللي عيط لنا هكذا، رحنا ديكلارينا عند لي جوندار. نعم. عند لي جوندار سمانه من ذاك جا السيد باش يدي دراهمه. نهار اللي جا باش يدي دراهمه ما حكموه ما والو، داروا ديكلاراسيو، داروا حكموا الاقوال تاعو وقالوا له روح. حنا البقره تاع بابا مديناها، ما بحثوه، ما قالوا له منين شريت ولا منين جبت ولا انت انت انت, انت المشكل تاعك يحكموه ولا ما يحكموش، هذا هو المشكل تاعك. المشكل تاعنا ما عيطوناش كاع ليها، جرينا ما كاين والو شيخ. واش معناتها جرينا ما كاين والو؟ واش معناتها؟ جرينا ملي نروحوا نسقسوا يقول لك مازال ما كاين والو، مازال ما كاين والو، مازال ما كاين والو. مستحيل يسمعوا انسان تسرق ويسمعوا واحد من الاطراف يتهموه بالسرقه ولا باخفاء اشياء مسروقه. انت من بعد تروح للابريغاد تاع حمادي. صح. تقدم لهم. انا مانيش نحكي على 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 سنة الفير، انا في 2019، انا قريب 2020. صح، هي تحكمت شيخ، هي تحكمت يا سيدي. في يا سيدي، القصة هذه عندها 11 سنة. انا كنت قادر نسألك انت القصة هذه 11 سنة، انت مازالك متفكر في البقرات. المشكلة ماشي تما، المشكلة في عامها تروح لابريكا تسقسي، حتما داروا التصرف، تصرفوا في الملف هذا، سمعوا الأطراف وحولوه لمحكمة ترويبة. نعم، يعطيك الصحة، حولوه لمحكمة ترويبة. حولوه لمحكمة الرويبة. هما قالوا لنا بعثنا للرويبة، بصح ملي نروحوا نسقسوا يقولوا لنا ما كاين والو. هي واش عليه تعاود ترجع ليهم، تعاود تروح تشوفوا كي الجمهورية تقولوا ناخذ. أنا نحكي لك على سنة 2008 2009 2010 2011. تراك في 2019 تسأل على قضية واش يدير واش داروا فيها. المفروض أنت تعطيني معلومات. بصح المشكل شيخ، المفروض كيما نقولوا السارق حاضر والبايع حاضر، اللي باع حاضر واللي شرى حاضر. لا 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 لا، اسمح لي، شكون اللي قال لك هذاك سارق؟ انت شفتوا بلي سرق هذاك السيد؟ بصح نورمالمون ما كاينش نورمالمون. لا 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 لا، قادر يكون هو ثاني شرى وراه يبيع، وقادر هذاك الابقار ماهوش تاعكم. انت تقول تاعك. هو يقول تاعي. اثبت. لا، بالشهود هو قال انا شاري. يا سيدي. السيد قال انا شاري. يا سيدي. نعم خويا. الابقار ما فيها لا شهود لا والو. فيها وثائق وفيها كثير من الامور اللي يقدروا يفرقوا بها. جيب لي انا شاهد يقول البقره هذه تاع البقر هذا تاعك. انا نجيب واحد اخر. نجيب واحد. عندها وثائق الابقار؟ واش عندها وثائق الابقار؟ الابقار واش عندها وثائق؟ ما عندها وثائق، ما عندهاش وثائق. او الابقار جبتها للدار. الابقار تدخل هكذاك وما عندها لا طبيب لا دواء لا والو. الدواء داوها طبيب يعرفها، الجوارين يعرفوها. مالا خلاص، مالا انت تروح للسوق. السوق دوكا تخير 10 بقرات يعجبوك، تقول له هذو تاعي تسرقوا لي وتجيب معك زوج شهود. ما تسمح لي، فقط تسمح لي، هذا قضاء ما يخدمش بالهضره وبالشك وبالشهود. مانيش نحكيو، احنا مانيش نحكيو على هذه، نحكيو على القضيه تاعك. هذا دخلنا في سياق الكلام فقط، لان انت الظن باللي خلاص كانك انت درت التحقيق، لازم هذا الناس يديهم. ابدا بصح ماشي يدوهم، يعيطونا هما اللي كان عيطونا، من كان عيطوا للبايع. انت راك تقول باللي انت اللي تقول واش لازم واش ما لازمش، ماشي انت راك تقول بلي عيطوا له هذا الانسان وجا وسمعوه. جا وسمعوه من تما مات القضيه، مات تما مات. خلاص جا وسمعوه. ربما قال بلي الابقار هذه تاعي وانا مربيها وانا ما سرقتهاش. ما حاضرين كيما عيطوا له، ما حاضرين كيما عيطوا له، حكموا البيبي، حكموا المقال تاعو وقالوا له روح حتى نعاود نعيطوا لك. يا سيدي انا عم خويا،
انا كنت انت كنت حاضر وما على بالكش واش داروا. انا نقول لك يقدر الملف يتحفظ لعدم كفايه الادله، يقدر يتحفظ ما يعيطولكش، الملف يتحفظ لانه ما قدرش تقنعهم باللي الابقار تاعك وتسرقت. تقدر تقنعهم باللي الابقار سرقت، بس ما تقدرش تقنعهم باللي هذه الابقار الموجوده عند فلان تاعك. يقدر الوكيل الجمهوري يقتنع حفظ الملف، ولكن انت لازمك تتبع امام الدرك تاع حمادي، ثم تروح للمحكمه يعطوك تاريخ الارسال الدرك وقتاش ترسلوه، وتدي تاريخ الارسال تروح للمحكمه تسال به باش تعرف مصير القضيه تاعك. ولكن ما يظنش اي انسان بانه هو اللي يدير التحقيق وحده وقناته الوحيده هي الحقيقيه. انا قلت لك ممكن جدا اقتنعوا باللي الابقار هذه ماشي تاعك، جاب لهم شهود هو مثلا يقولوا الابقار تاعه منذ 10 سنوات ولا منذ 4 سنوات ولا منذ مده معينه هي عنده. اذا هنا وكيل الجمهور واش يدير؟ يشوف اللي الادله ماهيش كافيه، يحفظ الملف. وهذه كثير من الامور توقع، ولكن عليك الاتصال والحصول على ارقام الارسال وارقام الاستلام والاستقبال في المحكمه، ثم بعد ذلك راح تعرف بانه هناك اجراء تم اتخاذه حتما في هذه القضيه. شكرا على المتابعه، نلتقي ان شاء الله في قادم الايام مع عدد جديد من رأي القانون. اترككم في رعايه الله، الى اللقاء.